مساء النور، تحياتي لكم. مرحبا وسهلا. من جعفر، مرحبا وسهلا. والله وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. والله إذن نلتقي في هذا المباشر الجديد، نفتح باب النقاش كالعادة. إذن نبدأ بأنفسكم المكان فضلكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف زين؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير، على خير الحمد لله، ما شاء الله. دابا انت ما عرفناك، واش مغربي واش كتابع؟ الزريبة الزريبة. مرحبا اخويا محمد. اهلا وسهلا، مرحبا وسهلا. صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت كيف حالك؟ والله الحمد لله، الحمد ربي الحمد لله، الله يسلمك. مرحبا، عرفنا فقط بنفسك من فضلك. امين. من الجزائر، مقيم في دولة الامارات العربية المتحدة. مرحبا وسهلا اخويا امين، مرحبا وسهلا، كيف حالك؟ والله الحمد لله اخي محمد، وانت؟ الحمد لله، مرحبا وأهلا. الحمد لله. الموضوع نفس الموضوع تاع امس ولا شو؟ ورانا مازلنا طرحين السؤال، نبحث عن الجواب. والله ما تحصل جواب، والله ما ما تعرف ما تحصل تعرف جواب. ممكن يعودوا يراجعوا كتاب ما شفناه احنا، والله والله يجبروا شيء في التاريخ. شوف، والله اي سؤال تقصيهم انت، اي سؤال تقصيهم نفس السؤال، كلهم يحاولوا يهربوا. حتى فيديوهاتك في مقاطع صغيرة كذا موجودين في التيك توك، اي واحد من شخص لشخص تختلف، لكن اي شخص تسأله اي في السؤال تقول له مثلا اين كانت المغرب 1975، كلهم يغيروا لك الموضوع، يقول لك شوف سي محمد شوف، كلهم يهربوا من الموضوع، هو بما عندهم جواب. ما عندهمش جواب، وما فيش جواب، ما عندهم والله ما في جواب. جواب، وما يحصلوش جواب. وتحية، شوف انا ما نطولش عليك كثير، ربي تحية يحفظك ان شاء الله، للمملكة العربية ربي يحفظك ان حرة شاء الله مستقلة، ولا بإذن الله عزاء تعالى. لأبناء دانيال. الله يطول عمرك ان شاء الله، مشكور. الله فاهم محمد، انا ما اكثرش عليك، انا نشوف اللايف، خلي خاوتنا يتدخلوا في الموضوع، اوكي ان شاء الله، انا نشوف اوكي ان اللايف شاء الله. معاك وانا ندعمك انا من عندي. شكرا والله، شكرا اخويا امين، يلا الله فاهم يطول عمرك محمد، ان شاء الله. ربي معك، تحياتي لك، امين ان شاء الله، الله مرحبا يحفظك وسهلا. والله يا امين، وانت كذلك ان شاء الله، مرحبا وسهلا. ومديان دادي، السلام عليكم أخي محمد، وعليكم السلام، مرحبا وسهلا. يا راكم وش راكم لاباس؟ والله اللي بخير الحمد لله، ما شاء الله. وانت هذه كيف مدة حالك؟ راني ما طليتش عليك، سامحني ما راني في غير نشوف مشكلة. غير في الفيديو تاعك برك. جبرت الجواب والله والله راني مازال. نشوف غير في البهالي اللي راهم يدوروا عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. راه ما ناس يدرى قار عنا على اللي قال لك هاني رايح جوجل ما رجعش. لا مازال يبحث. احنا عاطينا، مازال احنا زايدين، زدناه عامين ان شاء الله، لا عطينا لا زاد نعطوه. خرج لنا هذاك اللي يموت سوق في الفيلق، والله ما فهمت والو انا وقتها، والله ما على بالي. ما قال لك الوالده كانت تسوق في الفيلق قاسي. امو راه كانت تعدى البغرير، كانت عند فيلق البغرير، كاين لا فيلق حول ولا قوة إلا بالله. كاين فيلق الحريرة وكاين فيلق البغرير. والله غير اليوم انا فهمت باللي لا تقول لا. اللهم ان كان ساهر فابطله. اه فهمت صح، يعني يعطيك الصحة. ربي يحفظك. والله الله ربي يكون معاكم ان شاء الله، وبربي ان شاء امين الله ان شاء الله، النصر قريب ان شاء الله، مع امين ان هذوك شاء الله، الشبيبه اللي راحت هبطت، بربي ان شاء الله النصر قريب ان شاء الله، باذن الله تعالى ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا صحراء مستقله ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، مشكور. بارك الله فيك استاذ، الله يطولك ان شاء الله. تحياتي السلام عليكم. وعليكم السلام. والله مرحبا وسهلا. عفوا شوفالي، شوفالي تفضل. مساء شوفالي النور تفضل. مساء النور، مرحبا وسهلا. أسامة من المغرب. تحياتي، مرحبا وسهلا، تفضل أخو أسامة. السلام، مرحبا، بارك الله تفضل. فيك يا أخي. كنت يعني
قد عندك ناقشت معك سابقا مشكلة في التغطية ولا شو؟ أتسمعني؟ نسمعك شوية الآن كذا أسمعك تعليق، جيدا كان شوية عندك والآن؟ ذكاء أحمر. تفضل تفضل، الآن نسمعك، والآن؟ سنشرق. تفضل. لا لا، الآن يعني نسمعك، تفضل. كنت ناقشت معك المرابطين قد وحدوا يعني شمال إفريقيا، وقلت لك بأن يعني شمال إفريقيا يعني كله كانت تطلق عليهم اسم موريتانيا، والآن يعني تأكدت من الأمر. مكتبة ويكيبيديا العالمية تطرقت لهذا الموضوع، وأن موريتانيا القديمة كانت عاصمتها طنجيس، وهي طنجة حاليا. وهذا صحيح صحيح، موجود يعني هذا هو بالنسبة لك، متاح لي. هذا هو اللي يخلي الصحراء مغربية. لا أنا فقط مسألة أن شمال إفريقيا كانت موحدة. يا أخي أنا مسولك على الصحراء هذه اللي تسموها أنتم مغربية، بماذا هي مغربية؟ لأن فيها اليوم بعثة المينورسو باش تنظم الاستفتاء. بعثة المينورسو ما هي كاينة في طنجة، نعم ما هي كاينة في الرباط، ما هي كاينة في أكادير، كاينة فقط في أرض الصحراء الغربية. المجال الجوي للصحراء الغربية تابع لإسبانيا. السفن الأوروبية ممنوع عليها تصيد في السواحل الصحراوية ابتداء من يوم 17/7/2023. شنو هو الحجة اللي عندك أنت اللي ممكن تقنع الأمم المتحدة على أنه هاي الصحراء مغربية؟ إذن الحجة أولا أن يعني القبائل الصحراوية، قبائل يعني المعروفة في الصحراء تتواجد في المملكة المغربية كلها، قبائل يعني هي صحراوية، امتداد قبائل للشعب صحراوية، المغربي. قبائل صحراوية تتواجد في المغرب. نعم كيفاش القبائل الصحراوية تتواجد فيك؟ جميع القبائل الصحراوية متواجدة في شمال المملكة المغربية، نصفها في الصحراء ونصفها في شمال المملكة يا المغربية. هل أسامة كنت؟ يا أسامة، أنا نعم نسولك شنو هما الحجج اللي عندك اللي تثبت بيهم مغربية الصحراء؟ أنا ما سولتك على القبائل. قبائل شوف، هوارة كاينة في المغرب وكاينة في الجزائر وكاينة في مصر وكاينة في السودان وكاينة في كل مكان. أنا سولتك أنت هذه الأرض بماذا هي مغربي؟ إذا مشيت معاك إلا طرحت لك إلا سؤال بسيط، أعطيني المعارك نعم اللي خدتموها أنتوما كمغاربة باش تدافعوا على هذه الأرض اللي قلتوا عنها أرضكم، منين كانت فيها إسبانيا لمدة قرن من الزمن. يا أخي، أنا أطرح عليك يعني المسألة، أناقشها من وجهة نظر أخرى. أن الصحراويون دافعوا وقاوموا عن شمال المملكة أسامة المغربية، وهذا أسامة يدل على أسامة، أنا ما سولتك عن الصحراوية، أنا سولتك أنتوما ماذا؟ تقولوا. لماذا يا أخي؟ أسمع أسمع أسمع، أنا سولتك نعم أنتوما مغاربة والنظام كانوا السياسي. الصحراويين رفقة ما المغاربة. نسمعك يا أخي، عندك مشكلة في، عندك مشكلة في أسامة الصوت والله، عندك مشكلة في الصوت. نسمعك يا أخي متقطع والله، بدل المكان. والآن لا نسمعك، أنا ما سولتك عن الصحراوية، أنا سولتك أنتم كمغاربة، أنتم كمغاربة واش مشيتوا تدافعوا على هذه الأرض مدة 92 سنة لما كانت فيها إسبانيا؟ إذا مشيتوا قول لي المعركة الفلانية وأعطيني ثلاثة من الشهداء، لا اسم ثلاثة من الشهداء اللي سقطوا لكم في هذه الأرض. يا أخي، بالنسبة لمقاومة المستعمر، جميع المغاربة قاوموا المستعمر، كل من موضعه، كل من مكانه. إذن هنا أسامة مسألة، أسامة 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 استحق من أسامة يوضح أسامة الفكرة ديالي يعني، عاد أسامة تقاطعني. أسامة، نعم هذا الشيء اللي تقول نعم يتناقض مع المسيرة اللي يسموها الخضراء. لماذا؟ أين لا وجهة جيتوا أنتم في كلامك؟ أين المسيرة، هي لا وجهة؟ جيتوا في المسيرة. ولماذا شارك الصحراويون في المسيرة؟ لماذا جيتوا في المسيرة؟ وأيضا الصحراويون شاركوا في المسيرة، المسيرة ليست من لماذا صنع المغاربة جيتوا في موجودين. المسيرة؟ يا لماذا أخي جئت في المسيرة؟ لا جاي في من المسيرة، الحدود الوهمية، نزع الحدود الوهمية لا التي وضعتها جايين في إسبانيا، المسيرة، لا جايين في المسيرة. لنزع الحدود الوهمية التي وضعتها إسبانيا. على جئت في 1975 وما جئت في 1885 و86 و1900 و1910 و1920 و30 و40 و50 و60 و70 الى 75.
يا أخي، بالنسبة في تلك السنوات التي ذكرت، الجميع منشغل وأنت تعرفها. قرن من الزمن، قرن من الزمن، ومن قال لك بأن قرن من المغاربة لم الزمان. يشاركوا؟ أعطينا، شوف أنا التدني سولتك، شوف اسمع اسمع، شوف أنا راه ما جاوبتني أنت على وضعت أي سؤال. سؤال ولا شوف تسمح أنا ما لنا بالإجابة، أنا مشكل. ما جاوبتني حتى على سؤال. شوف قلت ألم لك تترك أعطيني، لي مجال للإجابة؟ ما يمكن، لا كيف سأجيب أعطيني، أنت؟ شوف أعطيني اسم المعارك اللي ختموها أنتوما كمغاربة في هيك الأرض لمدة 92 سنة. يا أخي هل تعلم بأن الأسلحة كانت تسرب من الطرفاية على ظهور الجمال، وجيش أسامة التحرير أسامة كانت أنا سولتك، شوف قول لي ما عندنا معركة، لا لا قول لا لي ما عندنا معارك. لماذا لا؟ هذيك المعارك، أعطينا اسم المعارك. أنا أقول جميع المعارك التي يعني شوف اسمع، لهنا لا يطرح لك سؤال للمرة الأخيرة ولا ننزلك بعدها لما جاوبتني باش نعود واضح معك. نعم، أعطيني اسم المعارك اللي تذكرت ختموها معركة، أنتوما. معركة لقلات، أعطيني، منين معركة كاين لقلات؟ القلات؟ منين كاين القلات؟ القلات توجد في الصحراء المغربية. منين كاين القلات؟ القلات توجد في نواحي وادي الذهب، في نواحي تيرس. لا حول ولا قوة. شوف سبحان الله، شوف أنت ألا توجد هنا؟ دافع، إذن أين توجد؟ شوف أين توجد؟ شوف لا شوف يا أخي شوف اسمح أنت، لي، نصف شوف دقيقة، نصف دقيقة. أنا اسمع لماذا قلت لك الجلات؟ لماذا قلت لك الجلات؟ نصف دقيقة، واسمع وضح لك لماذا قلت الجلات. نعم اسمع، نعم انا تفضل. قلت لك اعطيني معركه ختمها انتوما كمغاربه، انتوما خلي الصحراويين، الصحراويين ذاك اللي دافعوا به على ارضهم راهم دافعوا به، انا بغيتكم انتوما مغاربه، يا شنو أخي هي المعركه اللي ختمها ضد اسبانيا؟ الجلات معركه خاضوها الصحراويين، اعطينا انت المعركه اللي ختوها انتوما كمغاربه، انتوما كمغاربه. يلا ما عندك الجواب، ما عندك الجواب، شيت لجوجل وينك؟ 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 نعم، أعتذر. بالنسبة لنصف دقيقة من فضلك، هل تسمعني؟ واش احنا متصلين بجوجل ولا متصلين لا، بالشوفالي أسامة؟ دخلت مكالمة، لماذا؟ سوء النية، تجنب سوء النية. يلا تدخلت مكالمة يلا ومنعت يلا واضح، المكالمة. يلا واضح. لماذا قلت لك الجلات؟ لأنني أتوفر على فيديو مشارك لصحراوي أعطينا، شارك. شوف أنا، شوف أنا أعطينا أعطيني معركة، مسافة. اسمع شوف، أوه. للمرة المليون أنت لا للمرة تطرح الأخيرة سؤال ولا تسمح لنا بالإجابة. ما جاوبتنا، أخي من ما هويتك جاوبتنا، خاطئة، تبحث عن إجابة وأعطيت ولا تسمح لنا بالإجابة. وما لماذا لم عندك، تتطرق؟ وما وعندي، عندك، ولكن لا يلا واعطيها لنا، تخاف من يلا المتخاف، واعطيها من لنا، عندك يلا يسمح واعطيني لي معركة، وما كيف سأعطيها وأنت لا تسمح لي بالكلام؟ يلا أعطيها واعطينا معركة، يلا شوف إذا انا، شوف أتوفر اسمع، شوف لين اعطيك، انا لين أولا اعطيك، سوف أولا. لين اعطيك، شوف انا اعطيك دقيقتين، لين اعطيك دقيقتين صحيح، واعطينا شكرا. المعركة دي. يلا و دقيقتين وتتعهد بألا تتدخل، غالب ما نتكلم. يلا شكرا. إذا بالنسبة للمعركة التي ذكرت سابقا، معركة الجلات، أتوفر على فيديو لأحد المسنين أطال الله في عمره، شارك في هذه المعركة وذكر يعني أسماء جميع يعني لا والله الذين الله يعاونك، الله يعاونك، بارك من الخريط، لا تخرط، لا تخرط، انت متكثر من الخريط، نقص من الخريط شوي، الخريط شوي نقص منه. احنا قلنا لك اعطينا معركة ترجع لي، مال القلات، القلات ما هي صح، ما هي معركة مغربية، ذيك معركة الصحراويين، اعطينا معركة مغربية، تبقى مال تبقى تضيع لنا الوقت، نقص شوية من الخريط. سبحان الله، يا سبحان الله، سانتا وريفي. سانتو ريفي تفضل، سانتو ريفي تفضل. سمير، سمير تفضل. كراك سي كيف محمد، صنفاتكم؟
كير لاباس اخويا؟ الحمد لله، لاباس والله الحمد لله، ما شاء الله. والله يا هذا السؤال انا راني نطرحه لواحد اللايفات، على بالك يهودوني بالسبه ياك يكرهوا هذا السؤال. لا عرفنا الاخ نفسك، والله والله يحفظك. سمير من سمير وهران، مرحبا بالسعادة، وهران مرحبا، تفضل الجزائر. فيصل، والله لا مرحبا بالسعادة. الاسبان ما عندهمش اجابه على هذا السؤال. ايوه هذا الشعب غبي والله العظيم، والله راني حشمان، والله على هذا المغاربه مانيش عارف القلب اللي عندهم بيطلعوا باش يواجهوك. انا بعيد الشر، كان جيت مغربي نقتل روحي، بصح والله ما نطلع عندك، ما نجمش نطلع. على بالهم بلي ماهيش ارضهم وماهيش هو بلادهم. نعطيناه اعطيناه فرصه وثنتين وثلاثه واربعه وخمسه وبقى في نفسه هو يتلون، ولكن باش هو لو كان عنده الجواب ليعطيهنا من البدايه وانتهنا. شو محمد، انا راني في 5 اشهر منين عرفتك، في 5 اشهر وانت تطرح لهم هذا السؤال ولا مغربي نجم يجاوب عليه؟ سؤال واحد ما نجموش يجاوبوه، واحد. اعطيني اسم معركة ولا اسم شهيد مات في سبيل الصحراء الغربية. ما كاش، هما عندهم المسيرة الخضراء. هذاك هو المعركة، مسيرة خضراء، معركة الفلسطينيين تاني يروحوا يديروا مسيرة خضراء ويسترجعوا الأراضي بتاعهم اللي اداهم الكيان الصهيوني. والله والله لا روسيا لا حتى إله إلا الله. فلاديمير بوتين، فلاديمير بوتين حتى هو ودي الله يعطيك الصبر محمد خويا، ما شاء الله، والله لا فور بيرسوناليتي، شخصية قوية ما شاء الله. بارك الله فيك، والله يبارك. راك صبرت لهم. أنا على التليفون نقول نتبع في اللايف تاعك، نجبر روحي نسب، نقول نعاير تتحسس؟ في نعايرهم مع لا الضبط. لا تطلع له سؤال هو يهرب لك، يروح لك على سبيل المثال يقول لك الازوات، يعاود يهرب لك يروح للقبائل، يعاود يروح لك فرنسا، يعاود يوري لك الحسن الثاني، محمد الخيا، يعاود يعطيني اسم معركة الحسن الثاني، تدعو تقول لي اسم خاصني اسم هو قبض معركة للصحراويين ونسبها لراسه، نسبها. نسبوها ارواحهم. لا اله الا الله. محمد اخي الله يعطيك الخير، والحمد والله لله أمين، إن خويا شاء اللي الله راك بخير، جزاك الله خير. والله يحفظك، الله أمين إن شاء يحفظك. الله، أنت كذلك ربي إن شاء الله. رانا معاكم، الله ربي رانا يخليك ناصركم، أكيد، ورانا معاكم حنا، والله رانا معاكم بقلوبنا، والله ونعم والله الله ينصركم ونعم خويا. الله، الحمد لله، أمين الحمد إن شاء لله. الله، الله أمين يحفظك إن شاء الله محمد، خير. السلامة. تحياتي لك، والله عليكم السلام، والله مرحبا بالسلامة، شكرا. صلاح، صلاح 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 تفضل. السلام صلاح عليكم. صلاح تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل معك أعطينا صالح من اسمك من فضلك. الجزائر. مرحبا وسهلا، تفضل خويا صالح من صالح. الجزائر. صالح مرحبا صالح، صالح مرحبا لاباس وسهلا، خويا محمد. لاباس الحمد لله، وانت كيف حالك؟ والله يا خويا محمد وش نقول لك، الله يعطيك الصبر. واش نعدلو، الصبر موجود، وش الصبر نقول لك، موجود. على بالك اللي يتزوج المراه زيدته وهما مازالوا ما جاوبوش على السؤال تاعك. ما تعرف، ما تعرف يلقاو الجواب، ما تعرف، ما تعرف، ما كان في أي ما لحظة، جواب، في أي لحظة يفاجئونا باسمه. ما حال، ما كانش جواب، على خاطر الباطل عمره ما يكون عنده حق. والله اذا كانت حاجه على الباطل كيف رايحين نقلبوها حق؟ ده كيف سبحان الله، رايحين؟ والله اذا كانت الصحراء غربيه كيفاه يحوسوا على بالباطل يقلبها باللي صحراء مغربيه؟ هاو باطل، الباطل يولي حقه. هو مساكن، هم المهم هذا الشيء ها العادي. موحد. والله هم عندهم، عندهم هذاك الملك تحمل الاول اللي لقور الخامس، ولا ملك واحد الخامس وقيل، انا ما نعرفهمش، مانيش هو هم اللي دار هم المسيره، اللي دار حسن المسيره ثاني، الخضراء حسن هذاك. ثاني، حسن ثاني. ها هذاك اللي دار المسيره الخضراء عجبني، وين قال لهم كي تلقاو اسبان قابلوهم بالحضن، ليه العدو تقابلوا بالحضن، دخلهم للدار، دخلهم للدار وقسموا معاهم الطعام. واقسم معاه الطعام، ولا لقيته جزائري يا خويا يقول لك، ولا لقيته صحراوي والله جزائري رانا نقابلو بسلاح، ولا ما قابلش الاسبان بسلاح، لا ما قابلش فرنسا بسلاح. والله هو ربي يهديه بصاي. امين شكرا خويا، تمام، والله خويا، شكرا الله خويا يكون صالح، الله معكم، يوفقك ان شاء الله الله، يكون امين ان معكم، شاء الله، امين بارك ان شاء الله الله. فيك خويا محمد، الله يسترك، شكرا، الله 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 يطول لك ان يعافيك. شاء الله، صحة، والله مرحبا بالسلامة، شكرا.
حيوا معانا الأخت فاطمة على ما أعتقد من الجزائر، قالت عنها كانت تتوحم وكانت تشاهد اللايفات على ما أعتقد، وبنتها يعني قالت عنها أصبحت يعني تشبه محمد رضي. إن شاء الله الله يصلحها ويحفظها إن شاء الله. إذن دائما معكم. شفت الأخت فايزة، أخت فايزة السلام عليكم. أخت فايزة عليكم السلام. السلام أخ وعليكم السلام فاضل، ورحمة وش وقت لباسك؟ لا بأس الحمد لله، وأنت كيف حالك؟ يا الحمد لله، يا صبر أيوب، يا صبر أيوب أخ راضي، قلب الصفحة والله أنا ومعك 6 شهور، وأنا معك متبعك في الله، تعبت ما كانش عايش يقنعني، يدخلوا كيف باقيين، تروح له اليمين يروح لك يسار، تتكلم له على الحسن الثاني يجيب لك محمد السادس، ما فهمناهمش اخ راضي والله انا تعبت معاك، القنا حل اخ راضي، انا في بلاستيك تعبت، انا و6 شهور نحاول نمحي عقلي، وحطيت عقولهم ركبت عقولهم وحبيت نفهم وش هذه الصحراء المغربية، حطيت عقلي نحيت عقل عياشي وحطيته في عقلي، وحاولت ما غير هما حبش تدخل، الاخت ما فايزه، هما حبش راهم تدخل راهم يراجعوا، راهم راهم عطاهم، راهم يا عطاهم صبر أيوب، راهم عطاهم مجلدات، راهم عطاهم مجلدات، راهم لا يراجعوا، يبحثوا راهم عطاهم مجلدات، راهم عطاهم مجلدات، راهم لا يراجعوا، يبحثوا بسيطة الأمور، بسيطة بحث بسيط، استخدم عقلك، استخدم شوية من هذاك العقل اللي عطاه لك ربي، هذه اللي محيرتني فيهم، يجيبوا لك من تاريخ 12 قرن ما على باليش شيء، احنا التاريخ تاعنا قريب راح يجهلونا فيه، فما بالك بتاريخ الصحراء الغربية، يعني اخ راضي كون يهديك ربي توقف يهديك والله ربي يفيد، قلب الصفحة والله توقف والله يفيد. والله اخ راضي هادو ما خاصنا شو عندهمش الاخت فايزه، خاصنا نبدلوا العنوان، عقلهم بدلوا العنوان، كيف تصنع الحريره، لا هذاك يجوا فهمت لا يجوا بعد على الاقل تمشوا هون، اعطونا بعد على الاقل 20,000 وصفه نزروا بها عام يا خوفي يا خوفي يعدي عام وحنا في نفس السؤال وما كانش عياشي واحد قنعني، يعني كارثة، يعني ما على باليش هذو الناس بأي عجين شكلوا، الله غالب اخرج شوية من عقلك يا العياشي، تنفس شوية، تحرر شوية من العبودية، روح ابحث، هذا أبسط شيء، خدم عقلك، نحي كل الإملاءات اللي تجي من المخزن وخدم عقلك، قول من 1884 ماذا حدث، ومشيها بالتاريخ وحدك وحدك، توصل إلى أن الصحراء الغربية لصحراويين، حب من حب وكره من كره، وتحيا شكرا البوليزاريو، وشكرا لك العفو، أستاذ مشكور لك راتب، انت والله، تحياتي، تحياتي الكريمة، مع السلامة. السلامة. مع السلامة. عفوا ليلى عبير، ليلى عبير تفضلي. ألو السلام، لاباس؟ لباس الحمد لله ما شاء الله، الله يسلمك، عارف الحمد ان لله أنت نفسك بخير، الحمد لله بخير. معك ليلى. من منين الاخت ليلى؟ ساكنة في فرنسا. مرحبا تفضلي. لا ما عندي ما نقول، غير كيعجبني اللايف ديالك وصافي. صحيح، ما عندك ما غير قولي لنا على الشيء، على هاي الصحراء اللي تسميها، انت تسميها المغربية ولا الغربية؟ لا نسميها الغربية. ايوه زين، ومشكورة حتى، يلا شكرا لك، سلام، شكرا العفو ان بزاف، شاء الله، الله يحفظك، العفو، مرحبا وسهلا، سلام. مرحبا وسهلا. سهلة خطري، سلامة خطري، سلامة، الحمد
تتحدى مين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، مرحبا وسهلا. أخيرت محمد، توحشناك يا صاحبي. أخيرت الله يبيك، شحالك؟ يا مرحبا بك سالا، شكيفك؟ شكيفك مع العمل؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. شنو تكلمت؟ حاني سولك أنا، ما عندك سؤال ثاني؟ ما هو الصحراء سابق 75، ما عندك سؤال ثاني؟ عندي سؤال، هو كيف تعد الحرير؟ ما هي المكونات؟ لا الحريرة، لا ما هي المكونات؟ الحريرة هاي اللي جاي الحريرة اللي كان لختهم، هم كان لختهم الحريرة. الحريرة حاني يقول لك، هم ركاب الحريرة اللي جات الحريرة، ياكل الحريرة هاي اللي جات ل 75. حاق بعد هذيك الحريرة اللي جات. خي هيك هيك المادة كسول فيها، أعطيني لا شيء فيه النشا وبرغمان والضميد. والله يسترك، الله يسترك، الله يطول عمرك، يسمح لي منك. مرحبا مرحبا في والنبي والله، حدا منه خير تلا. مرحبا والنبي والله، مرحبا وسهلا. عبد الغاني، إذا سؤالنا هو اللي يقول الصحراء مغربية قبل 75، أعطيني الأدلة والحجج على ذلك. عبد الغاني تفضل، دائما عرفونا بأنفسكم والمكان، تفضل عبد الغاني. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عبد الغني من مستغانم. من مستغانم. مستغانم، مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا الأخ عبد الغني. مرحبا وسهلا. أنا راني مخلوع في حاجة برك. المغربيين الشعب الوحيد الذي استرجع أراضيه بالمتيرة. وهذا دليل على البطولة. هذا دليل على الشجاعة. ولكن الشعوب الماضية منذ قرون لم يعرفوا هذه الطريقة. هذا عمل إيجابي، تاريخ إيجابي، تاريخ إيجابي هذا، بس هم وحدهم اللي أبطال وشجعان في هذا العالم. مش تمام، تبارك الله، الله يحرف فيسبوك. أنا نتبعك بزاف ونتبع الإجابات التوهم، ولكن لا واحد أقنعنا بإجابة بماذا كانت المغرب قبل 75. صحراء، صحراء أو مساكن الصحراء الغربية، حق الصحراء الغربية بماذا كانت تتبع للمغرب قبل 75. شظهرت لك في أجوبتهم؟ انا ما حتى واحد ما قنعني، ما فهمت والو. ما عندهم لا معارك ولا بطولات ولا تاريخ ولا حتى حاجه. انا جيسكا بريزون راني مخلوع. والله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، يهتادوا للحقيقه ويعرفوا بان وراي هذيك كذبه كبيره، هيك مغربيه الصحراء كذبه كبيره. هذا الناس ماتت والدماء سالت وشاسرة وما سلكوش، وهما بالمسيرة يركبوا في الكاميوات باش يجيبوا حقهم، هذه كما كاش. والله العظيم. والله ربي يعاونك سي محمد، ربي يعاونك سي محمد، يعاونك ان شاء الله. شكرا خويا عبد الغني، الله يوفقك ان شاء الله. تحياتي، السلام عليكم، مرحبا وسهلا. وناتي هو الناتي على ما اعتقد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا محمد راضي. مرحبا وسهلا والناتي، بخير. معك والناتي من الداخله. مرحبا وسهلا والله يا اخي، ظاهر لي عند الناس جن والله، طرطق حجابهم والله رواه. ابدو توف لا عدنا لهنا. قلت له لكن ناد اللي قال على القلات انها معركه للمغرب، قول له لعد انت تعرف شيباني موسوس واعطيتوه روايه، دقيتوه بروايه وقال لكم شي ما هو حق. قولوا لنا عنا، احنا نعرف الناس اللي كانت في القلات ونعرف الشهداء، نعرف الناس اللي حضرت في المعركه، نعرف عنها ما كانت عندها علاقه بالمغرب ولا كانت تنتمي للمغرب، وكانوا يدوروا يجلوا النصارى ولا المستعمر اللي هو. وانتم ما حدكم تقولوا عنكم ام اللي سؤال للمغاربه، انتم ما حدكم مشيتوا بذي المسيره الخضراء نحو الصحراء الغربيه،
لماذا ما تمشوا بها شورى سبتة ومليلية؟ والله بعتوها من أجل الصحراء. هذا السؤال اللي راه والكم مطروح، ورانا محيينك حتى والله. هم اللي لوني بيك والله ينصرنا وينصرك حتى انت. امين ان شاء الله والله، وخير فيك والله، الله يوفقنا واخوكم ان شاء الله وخيرت والله. مني بيك والله. اذا طبعا العياشه هاي كلها ردود خاصكم تستوعبوها فعلا، بها اللي اصلا هناك مجموعه من المتناقضات اللي ما عندها جواب. كيف هاي الارض هي ارض مغربيه يدعي الحسن الثاني ويقسمها مع موريتانيا، وكيف وكيف وكيف؟ اذا خلوكم من اللهث وراء الكذب والبهتان والكلام اللي ما عنده مصداقيه، بس كل الناس راهي بعقلها العقل السليم. شكرا محفوظ والله وخيرت. العقل السليم تفضل. السلام عليكم. الزف الاول. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. وشرا اخويا محمد تفضل. بس الحمد لله ما شاء الله بخير. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. انا مواطن من جنوب الجزائر. انا والله يا اخ بارك الله فيك، ربي يحفظك الاخ محمد. انا والله باش نبدا بحاجه قال الله تعالى، قال لك اني حرمت الظلم على نفسي. اول حاجه عندنا مثل عربي يقول لك لما مات على ارضه ولا عرضه ماشي كما نقولوا ماشي مسلم. يا هل ترى يا اخي درك انا عمري يا اخي قريت كما نقولوا التاريخ ولا قريت الامور هذه، عمري انا مش ارض تحرر بمسيره خضراء، ولا كان يا اخي نزيدوا لنا كما نقولوا نرجعوا للخطاب الحسن الثاني يقول لك اذا لقيتم الاسبان تقاسموا معهم الطعام وماكلكم ومشربكم، واذا لقيتم من غير الاسبان هذيك حاجه واخده اخرى. والله يا الكره انا والله لا بقى نبعث رساله هنا للمغاربه هذا المراريك والله. أراضي هذه خاطيتكم، لا محتلين، انتم راكم مجرد محتلين في 75. وين كنتوا؟ ناظر بالدرجة، ما هذا ماشي وجه هضره تاع اكاديميه، هذو اكرمك الله ووجه تاع تاع حطبه تاع حطب. كي كانت الرجاله تبط على الاراضي تاعهم قبل 75 وين كنتوا انتم؟ كنا مشغولين. ما سمعت هذاك الاول طرف المخزن يا اخي، هذاك الاول اللي كان معنا قال عنهم كانوا مشغولين. والله يا اخ محمد انا والله الا نحيا في الشعب ما يقراش ولا ما على بالش. وانا نزيد ثاني يا اخي، انا والله نعاتب مثال كما نقولوا هنا وزاره التعليم هذه الجزائريه، والله ما قراونا على الامورات هذه في المناهج في المناهج المدرسيه. المهم والله الا كان يقروا الشباب على الاوضاع تاع الصحراء الغربيه كما نقولوا، والله قريتهم لا كما نقولوا انا بجهد خاطري نبحث ونحوس على اتفاقيه مدريد تاع الحسن الثاني قسمها مع موريتانيا، وعرض على الحسن الثاني كعرض على وارب ومدين 200 كيلو. يا اخي انا والله ماذا بيا نشوف، انا شحال مره نتبع كيما نقولوا القنوات تاع الصحراويين، ما كانش اللي يطلع يناقص لك كيما نقولوا باكاديميه، تطلع لا تلقاه يسب ولا يشتم ومن بعدك يا يهبط. انا نعرفك عندك انت مثال، عندك افكار ولا عندك كيما نقولوا كيما نقولوا عندك انت مثال على واش دل انها صحراء مغربيه، اطلع ناقش وجلد محمد اجلدو دير مثال فيديو، دير فيديو شجل لايف وجلدو وقال واش انا يتبت له باللي الصحراء مغربيه، ماشي تطلع تسب وتشتم وانت خاوي هو بصح هذاك هو. المهم خويا بارك الله فيك محمد، الله يطولك مشكور والله، جزاك الله خير. الصحراء الغربيه وانتم خاوتنا وجامعين نسمحوا فيكم مهما كان الدور ان شاء الله. مشكور وانا نتمنى انا نتمنى يا اخي السلطات هذه المنهج المدرسي واللي يقرينا قري المثال التلاميذ، احنا كبار فاتنا الوقت، قري التلاميذ على الاوضاع تاع الصحراء الغربيه والاحتلال. أيوة المغربي والله. فكره مميزه والله، فكره زينه والله، فكره محله. تحياتي لك والله، جزاك الله خير. الله يطولك مشكور والله، جزاك الله خير. خانس أمير. خانس أمير تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
انا عندي سؤال، يعني ما هو دور كمان من المغرب من مدينه سبته المحتله؟ غير حنا الاخ كمال هون نتعرف ما نتلقاو الاسئله، هون عندنا السؤال نبحث له عن جواب. هو اللي يقول الصحراء مغربيه قبل 75، يعطينا الحجج والادله على ذلك. واخا عندي واحد الاستفسار، انا ماشي مغربي مثلا، واش كاين شي استعمار كيخرج ولا الاخ كمال؟ الاخ كمال شوف، الانسان من يطرح عليك سؤال واش تجاوبه بسؤال ولا تجاوبه بجواب؟ يا اخي شوف، محكمه العدل الدوليه قالت، هذا ماشي المغرب ولا المخزن ولا كما راكم تقولوا، محكمه العدل الدوليه قالت بان كانت هناك روابط بيعه بين شيوخ القبائل الصحراويه وسلاطين المغرب. ايوا، وش قالت على السياده؟ اسبانيا نهار قالت على السياده، اسبانيا نهار قررت، قالت على السياده واش استعمار، يعني قالت على السياده ما يمكنش تستعمر نهار كيخرج. سمعني واش سامعني ولا ماك سامع؟ نسمعك. الإشكالية اليوم في الصحراء الغربية شنو هي؟ واش هي إشكالية السيادة ولا شيء ثاني؟ كيفاش إشكالية سيادة؟ ما فهمتش. منين كتبوا لكم ترامب، قال لكم ترامب باش يعترف؟ اعترف بسيادة المغرب على 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 صحرائه. اعترف باش؟ بسيادة المغرب على على الصحراء ديالو. داكور، وكان بإمكانه يقول لكم اعترف بالبيعة. هذه البيعة كان، شوف هذا المصطلح البيعة كان زمان بين، تعرف علاش؟ تعرف علاش الأخ كمال؟ شوف، باسكو الإشكالية اللي عند موضوع الصحراء الغربية هو إشكالية السيادة. إشكالية السيادة خاصها شروط البيعة لا توجد في القانون الدولي. القانون الدولي ما يعترف بالبيعة، باسكو مقد أنا نبيع واحد في آخر الدنيا. ولكن المطلوب في قضية الصحراء الغربية هو هل هناك سيادة؟ حكم محكمة العدل في لاهاي لا، كان استشاري ليس حكم، لأنه هو ليس حكم استشاري، حكم استشاري. هذه الصحراء اللي تسموها أنتم مغربية، منين كنتوا عنها لمدة 92 سنة وهي تحت الاحتلال الإسباني؟ يا اخي المغرب، شوف المغرب هو من راه ماشي راه قبل من 1875 كنظن ولا 80، المغرب هو من ادرج قضيه الصحراء في لجنه تصفيه الاستعمار اللي راهم دابا الجزائر يقولوا بان. يا الاخ كمال، 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 دارك محتله، فرضا دارك محتله، شنو خاصك تقوم به؟ نطرد الاحتلال. طيب، ليس الاستعمار، الاحتلال. هذه الصحراء الغربية دخلتها إسبانيا 1884. 84، نعم. شنو هي السلطة السياسية اللي لقات قدامها في الصحراء الغربية؟ إسبانيا كتقول بأنها لقاتها قرض أرض قاحلة، يعني ما عندهاش سيادة. أين هو المغرب في هذا الموضوع؟ كيفاش أين هو المغرب في هذا الموضوع؟ أين هو المغرب؟ وأين هم الصحراويين في هذا الموضوع؟ إلا هي الصحراويين، شوف اسمع، شوف الصحراويون في أرضهم، الصحراويون لا في أرضهم، شوف الصحراويين ما هم في مراكش ولا في قدير. الصحراويين إلى يومنا هذا في أرضهم. أو أقولها لك، أنتم كمغاربة لماذا ما كنتم في الصحراء الغربية في 1884 لما جاءتها إسبانيا؟ هذا كانت أرضكم. المواطنين اللي في الصحراء حاليا راه من زمان هما. وانت قلت خلا هما مغاربة في الأصل، هما مغاربة. وانت قلت خلا من بعد قلت لنا إسبانيا، هذا ما يدعيه الاحتلال وليس المغرب. أين هي السلطة السياسية اللي كانت في الصحراء الغربية؟ هي التي يمارسها المغرب إلى يومنا هذا. وما هي السلطة السياسية المغربية التي توجد في الصحراء الغربية في 1884؟ ما فهم أنا، وضح لي السؤال تاعك السي الراضي، حيت ما فهمتش أنا السؤال بالضبط. دارك أنت، دارك جاها حد بغى يدخلها، وأنت هي دارك وأنت وسطها من الداخل. واش أنت هو صاحب الأرض ولا
والله والله جارك هو اللي صاحب هذيك الدار. لا انا صاحب الارض طبعا. اه وراه هذيك الارض اثبت لنا. المغرب هو من طلب والمغرب المغرب هو دائما هو من طلب. اسمعني اسمعني اسمعني، شوف انا قلت لك اعطيني ما هو العمل اللي قمت به مده 92 سنه واسبانيا في تلك الارض. مقاومه اخي المقاومه. اعطينا المقاومه، اعطينا اسم المعارك المقاومه. بزاف بزاف بزاف، شوف عطيهم لنا. لا قبائل ايتبع عمران ولا معركه ايكوفيو ولا ولا بزاف. اعطينا معارك المغاربه، خليك من الصحراويين المغاربه. المغاربه ياك هي ارض مغرب. الصحراويين هم المغاربه. آه الصحراويين ما هم مغاربه. شوف اسمع اسمع واسمع 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 اسمع واسمع اسمع شوف شوف الاستفتاء الاستفتاء اسمع اسمع الاستفتاء الاستفتاء في الصحراء الغربيه اللي تنظموا المينورسو حدد هويه الصحراويين. هل انت منهم ام لا؟ انا مغربي. وعلاه ماك مغربي مع الصحراوي؟ انا شوف انا مغربي. لا شوف وعلاه ما انك مع الصحراويين؟ الصحراويين كيما عندنا صحراويين كالريافه كاين كاين. واسمع كمال اسمع يا كمال شوف اسمع شوف الصحراويين جزء لا يتجزأ من المغرب. ويا اخي كمال راني ما دخلوك ما دخلوك في الصحراويين، هذيك ارضي واخا انا ما فيش ارضك لكن هذيك ارضي. واش غتقول لي الريف ماشي ارضك؟ واش باش ارضك؟ لا اخي الكريم باش ارضك تاريخيا يا اخي تاريخ. انا شوف وباش ارضك شوف اسمع شوف اسمع واسمع 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 اسمع واسمع اسمع شوف اسبانيا ما سلمتش الارض. اسمعني يا المغرب وموريتانيا. واش انت باغي تسمعنا ولا بغيت لا تطرطر؟ انا اسمعك انا اسمعك. الا بغيت تطرطر نخليك تطرطر وصافي نسكتوا حنا. تفضل تفضل تفضل. الاستفتاء الذي سيجرى في الصحراء الغربيه هل ستشارك فيه انت؟ لا يشاركوا فيه الصحراويين فقط، هم اللي غيحددوا المصير ديالهم. وهي وهي الصحراء. واسمع جاوبني تب سو جاوب تم جاوبني على سؤالي وقف حتى نطرح لك السؤال الثاني. بس ما انت تجي لي تفضل. لماذا انت لا تشارك في الاستفتاء؟ ولماذا المغاربه اللي ساكنين في الصحراء الغربيه لا يشاركون في الاستفتاء ما دامت هي مغربيه؟ لان الامر هم الصحراويين، هم اللي يحددوا واش بغاو يكونوا مغاربه او لا يكونوا أو لا يكونوا دولة مستقلة. أو أنت قلت لنا مغارب، أنت قلت لنا مغاربة، أنت قلت لنا أرض مغربية. وهذا الأوه شوف هذا الأمر. لماذا يعني... شوف هي إذا كانت أرض مغربية، اسمع إذا كانت أرض مغربية خاص المغاربة كاملين يصوتوا عليها كاملين. أما إذا عادوا إلا الصحراويين معناه على أنه الشعب الصحراوي شعب وأنتم كذلك مغارب. ناس شوف الصحراويين هما من يهمهم الأمر أولاً. لا يهمهم الأمر. هما اللي غيحددوا واش هما كينتميو للمغرب او لا كينتميو للرسول. لا هما يهمهم الامر وانتم ما يهمكم الامر. وهي لانهم هما السكان ديال الصحراء اخي الراداسي الرادي. لانهم اصحاب الارض. لانهم اصحاب الارض. انتم لستم اصحاب الارض. انا نسولك الان ما هي علاقتك بتلك الارض؟ ما تقدر تثبتها لي. واش عندك فيها شي جد مدفون؟ انت 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 واش عندك شي واش عندك واش عندك فيها شي جد؟ واش انت كنت فيها؟ واش انت كنت ساكن فيها؟ واش انت كنت تفلح فيها؟ واش انت كنت تدافع عنها؟ واش جدك كان يدافع عنها؟ انا نطرح عليك الاسئله تقول لي ما عندي ولا ما عندي بها علاقه. اذا حنا رانا لا نضيعوا معاك الوقت. ما تضيعش. اما انت اما انت رايك شوف رايك الحسن الثاني وقع في 1991 لما قبلت مجبور مجبور اها اسمع مجبور ولا مكبور ولا مخبور ولا لما الحسن الثاني وقع على شروط الاستفتاء وقع على ان المغاربه لا يصوتوا في الاستفتاء وبالتالي انت ما عندك علاقه بالصحراء الغربيه حتى الحسن الثاني حتى الحسن الثاني ما عنده علاقه بالصحراء الغربيه. علاش ما عنده علاقه؟ وشكون اللي قدم له البيعه؟ السلاطين ما كنهضرش على الشخص كنهضر على السلاطين المغربي الناس اللي كيحكموا المغرب من زمان. قدم له البيعه قدم له البيعه يا واش انت احنا دابا انا حنا نتكلم وقلنا لك وشوف اسمع 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 ولي... اعطيني قبل الاحتلال الاسباني اعطيني الدوله ديالك اعطيني العمله ديالك اعطيني شنو الدوله ولا ما الدوله يحكمك شكون وانا ارضي وانت قبل انت اثبت لنا بانها ارضك ثبت لنا بانها ارضك. شوف احنا ضيعنا معك سبع دقائق ما ثبت لنا بانها ارضك. يلا ثبت لنا بانها ارضك. انا هضرت لك على 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 الراي الاستشاري ديال محكمه العدل الدولي قالت بان هناك روابط بيع من دائما
واثبت ان السياده اللي عندي انا واثبت ان السياده المغربي. كيف السياده المغربيه اخي محمد؟ وهي محكمه العدل الدوليه كتقول لك بان كانت هناك روابط بيع. اثبت لنا السياده المغربيه. اثبت لنا السياده المغربيه. اثبت لنا السياده المغربيه. وهنا قلتها لك راه هما روابط البيع ديال الشيوخ. ومنين هي السياده؟ السياده اعطينا السياده. شوف اسمع اسمع، الحسن الثاني اقسم الصحراء الغربيه مع موريتانيا في 65. مجبور مجبور يعني. مجبور شنو؟ هل تقر بان الحسن الثاني قسم الصحراء الغربيه مع موريتانيا؟ طبعا. وعلاه؟ انا نقول لك علاش. انتما كتقولوا بان لو كانت ارضك ما تقسمهاش هذيك بلادك الى اخره. انا نفضل، انا كمغربي، انا عسكريا في ديك الوقت في 75 ولا قبل 75، انا عسكريا ما نقدش على اسبانيا. كمال كمال كمال، شوف كمال، انا نفضل يبقى لي مشكل مع موريتانيا وما يبقى ليش مشكل مع اسبانيا. اسمع لي يا كمال، اسمع لي يا كمال، اسمع لي يا كمال. علاش علاش راك تقاطعني؟ انت طرحت عليا سؤال خليني اسمع. انا ورا لا بغيت انا نقول لك علاش المغرب. وبغيت غير شوف شوف انا غير ما بغيتك انت تبقى يبقى مقطعك في هذا الفيديو متداول 20000 عام وهو مضحك حقيقة، لأنه اللي أرضه ما ينقسمها مع أحد. اللي أرضه شوف اسمع، اللي أرضه اللي أرضه شنها؟ كانت تهرب وما ما خليتينيش نجاوبك. كون شنها تهربوا احنا؟ تهرب خليني نجاوبك أنا نارك تهضر أنت ما نقاطعك. قلنا لك لماذا الحسن الثاني قسم الصحراء الغربية مع موريتانيا؟ قلت لي مجبور، لأنني أنا نفضل يبقى لي مشكل مع موريتانيا وما يبقى ليش مشكل مع إسبانيا، لأنني عسكريا في ذلك الوقت ما نقدش على إسبانيا. سهلة والله. شو والله وش نقول لكم؟ والله والله أحسنوا تدريسكم في مدرسة واحدة. لا لا قراكم شوف قراكم في واحد المدرسة واحدة، ولكن المشكلة لأنه الجواب اللي أعطوكم جواب غير مقنع. شوف ما كاين شوف ما كاين حتى شي دولة في العالم بالجواب ديالك يا اخي. ارضك حال شكرا ارضك تكسب. صافي. لا ها انا هنا معك. اقنعني اقنعني انت. انا ما قلتش اني نجاوبك. اقنعني انت. انا سولتك انت شوف انا سولتك انا شوف سولتك سؤال جوهري. قلت لك ما علاقتك بالصحراء الغربيه؟ انت ما عندك علاقه بالصحراء الغربيه. هي جزء من من ترابي. وانت جزء من ترابك. باش الزم من ترابك؟ انا ما عندي حتى علاقه باش الزم من ترابك. جزء من من يا غير باش حتى علاقه بالاطلس وباش جزء من ترابك باش. شوف انت ما تستفتى فيها، الا نظف فيها الاستفتاء ما تصوت في الاستفتاء، لان ما لأن عندك فيها الصحراويين. اول انك جاوبت راسك ولكن الصحراويين اللي عايشين في الصحراء ماشي الصحراويين اللي جاوا من النيجر ومن مالي ومن كوبا. شوف الصحراويين شوف شوف الصحراويين اللي عايشين في الصحراء الغربيه، والصحراويين اللي عايشين في مخيمات العزة والكرامة، والصحراويين اللي عايشين في فرنسا، واللي عايشين في إسبانيا، واللي عايشين في المريخ، يعنيهم الصحراء الغربية. أنتم كمغاربة في المغرب واللي عايشين في الصحراء حاليا. شوف شوف وانت انت كام انت كمال وحسن الثاني ومحمد السادس وابو زعيطر وانتم كاملين كمغاربة، حتى ولو كنتم ساكنين في الصحراء الغربية ما تصوتوا في الاستفتاء، لان ما عندكم علاقة بالصحراء الغربية. ولكن الاستفتاء لازم يصوت عليه الصحراويين، ماشي الناس نجيبهم من 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 النيجر ومن مالي ونعيشهم في تندوف ونقولوا بانهم صحراويين. نعيشهم في تندوف والله باش. وشوف واش انا سولتك انت دريك انت طالع الدافع على هذه الارض، انا نسولك علاقتك بهذه الارض، ثبتها لنا. يلا انا قلت انا جاوبتك. شنو طرف من بلادك؟ كما قلت لك انا على الصحراء. فاش طرف من بلادك؟ بزاف المناطق المغربيه. وباش وباش وحتى انا نطلع عند نطلع انا دركس ما عندي عائله في الصحراء، ما هو جدي صحراوي ما هو والو، ولكن هذيك طرف من بلادي. باش من بلادك؟ باش من بلادك؟ تاريخيا بلادي. باش من بلادك؟ وشوف تاريخيا شوف ما ثبتنا الاستعمار الاسباني. اعطيني اسم رئيس صحراوي او لا سلطان. وما رئيس والله ما ترئيس. اقبل وسولناك انت كمغربي اعطينا علاقتك بهذه الارض. انا ما عنديش جواب. اعطيني جواب. ما عندك جواب. والله الله يعاونك. يلا الله يعاونك اخوي. الله يعاونك. ما عندك علاقه. الله يعاونك. وما عندك علاقه وجيت تتكلم عن واحد الارض. خلونك انت بنفسك تقول بان ما عندك علاقه. شفت ما عندك علاقه. ونبقاو معاك هون الى بغداد. ما تقدر تثبت علاقتك بهيك الارض. حكيم مرحبا سهل. MDS
ام دي اس تفضل. اس تفضل. ام دي اس تفضل. ام دي اس تفضل. تفضل. سلطان ديس. الا نفس البنط حق الا نفس. السي محمد. سلطان. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الحمد لله بخير. كيفاش راك تناقش مع هذا الناس هذا؟ والله لا يعطيك الصبر. ما فيها بس والله. لا يعطيك الصبر. شو هذا لك؟ عرفت نفسك ولا تفضلك؟ سلطان من الجزائر وعايش في اسبانيا قريب من سبتة الإسبانية اللي ما لقاش الرجال اللي يحروها. ايوا ما داروش مسيره خضراء مزيت سبتة ومليديا ما داروهاش داروها غير مزيت الزوغي على ابن عمهم وزوارينهم والمسلمين كيفهم وكاع. ايوا حنا ياك سمعت اجوبته، هل اجوبته مقنعه؟ يا دير اللي معاهم في معلب الشعار من شهر ما سمعت جواب مقنع. هذه تاع البيعه يا سي محمد، البيعه في الشرع، لكن يامنوا بالدين تاع الاسلام يقول لك تسقط بسقوط اهل الحل والرب. يعني اذا كان جدك ولا جد جدك بايعهم، اذا كان هو مات انت تجي من موراه ما تبايع تسقط هذيك البيعه. والبيعه كاع لا يعترفوا بها القانون الدولي، المشكله هي في السياده. انا نمشي معاهم كاع سي محمد، نمشي معاهم بالطرح، ما عليش نقول لهم صح كانت بيعه، لو كانت من ثلاث قبائل ولا من بين 100 نروح معاكم نقول لك صح كانت بيعه، لكن البيعه تسقط مع سقوط هذوك الرجال اللي بايعوا. يعني لا جاود وما بيعك فهي سقطت، كيفاش تقولي انت صحراء تاعك؟ وكاين واحد في المغربي سقسيته على واحد الحادثه بالك تعرفها، انت تكون تعرفها احسن مني، تاع اسرى البيريطا، تسمع بها 76 هذوك الاسرى اللي حكموهم من داروا مصنع تاع بيريطا، وقال لك بمجرد الضغط على الزينه يتفكك هذاك السلاح، حكموهم اسرى وعرضوهم على الصحافه العالميه. سقسيت واحد المغربي في هذه القضيه، قال لي حكموهم لانهم ما كانوش يعرفوا المنطقه. قلت له كي ما كانوش يعرفوا المنطقه كيفاش تقول لي باللي بلادكم؟ ما عارفين والله اللي فارغ. سي محمد لا يعطيك الصبر وشي. الله يعطيك الصبر، شكرا والله. الله يسلكهم من هذا القوم الظالمين هذو، كل حر وغير البلاد اللي راهم فيها هذيك من العلويين اللي جايين من بنيش قاع من جو هذوك العلويين. سلوهم ودايرين فيهم الاستعباد وجبر يستعمر الصحراء الغربيه ان شاء الله. الله يطول ما يحبك. شكرا على مشكور والله. العفو خويا سلطان، مرحبا وسهلا، تحياتي لك. كبسوا من فضلكم، رانا في 56,000، تكبيس شويه ضعيف. السلام عليكم. فضلكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. خويا واحد اللي بغيت نجاوب ذاك الاخ المغربي. عرفنا بنفسك من فضلك. اخ مغربي الحاج عبد الرحيم من مدينه الرباط. يا غير الاخ عبد الرحيم باش ما ندخلوا في هذاك، رد عليه هذاك باسكو هو ما تكلم عنك انت كشخص. نحن نطرحين عندنا هون قضية اللي هي قضية عامة اسمها الصحراء الغربية، تسميها اللي بغيت، وبغينا فيها الحجج والأدلة اللي يقول عنها مغربية قبل 75 يعطينا باش. مرحبا حبيبي، وانت على بالك بأن الصحراء بأنه صحراء مغربية راك عاقل عليها الحاج؟ اسمع راه هذا المقطع اللي هي بقى هون شاهد على جوابك. انت من الصبح تقولنا طلعوني، احنا بغينا جوابك. عندك جواب تفضل، ما عندك جواب هاي تدور عندي انا، راني ننزلك وتمشي. المهم ترى عندك خيار. عندي جواب انا. شوف تعرف علاش؟ تعرف عليه لان شوف هذه، اسمعني شوف، لان هذه قضيه مرتبطه بشعب، ماساه شعب. انت منين تجي اليوم وتطلع وتقول للناس ومحمد رادي اللي كان يقول الصحراء المغربيه؟ واش محمد رادي اللي التلفازه المغربيه كانت في ملكه يقول فيها الصحراء مغربيه كيف بغى؟ تقول الصحراء غربيه في التلفزه المغربيه تمشي للحبس. اذا حشومه وعيب وعار تجوا نتوما هون كملكيين وما نعرفاش ومغاربه ونفتخر، وتبقاو لاحلين في التفاهات حتى يقول لكم والله الا هاد العياشه الا تافهين. اذا جاوبنا، طرحنا عليك السؤال، قلنا لك بماذا هي الصحراء المغربيه قبل 75، يعطينا الجواب سهل. تفضل. كان عندك شي مشكله نتاع العنف ولا نتاع العنصريه فاش كنت خدام؟ نزلك وصل. إذا نزلك وصل. شفت؟ ويا. شفت. قرينا عليك الزابور. قرينا عليك الزابور اللي نعيه، ولكن
انتم هذو العياشة جهالة، سطحوكم شيء نعدلكم، سطحوكم رؤوسكم ملاوه لكم من التراب، ما تفهموا. ثانيه يشرح لكم يشرح لكم يشرح لكم اني نعطش، ترجعوا له نفس النقطه. الكبير مرحبا وسهلا. طلعني 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 منين طلعوا طلع مسكين. كبسوا من فضلكم كبسوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كيف حالك؟ مرحبا وسهلا بك. بك يعيشك، بك يعيشك. والله يا بك يعيشك. والله يا أستاذ كنا نخدم شهر كيما نتا هكا ندخل السبيطار المهابل. رسمي. لا تخاف، لا تخاف. رسمي والله مدرسة المشاغبين يعني صراحة. يخدم في لاكريش، يخدم في لاكريش خاصة يسكت هذا ويسكت هذا وهذا يشاغب وهذا يطيح وهذا. هذا هما العياشة هما هذيك. والله العظيم غير يكذبوا ويأمنوا روحهم، وعجبك يكذب يكذب وفي وجهك يكذب وتم تم يلقى يلقى الحل. منا يقول لك الصحراويين أرضهم السكان الأصليون، ومنا يقول لك أرضي أرضي أنا مغربي أرضي، وأنت فهمها. الصحراء الصحراء الاستفتاء للصحراويين للسكان الأصليين هذه ما فيها حتى هدرة. هذا الظالم الحسن الله لا يرحمه هو اللي وقفها هكذا، يا بصح بربي ان شاء الله اي ماشيه ماشيه، ويجرى استفتاء للصحراويين اللي ساكنين على الاراضي الصحراويه وفي المخيمات وخارج الوطن خارج الجمهوريه الصحراويه، وراح تكون باذن الله جمهوريه قائمه بسيادتها كامله باذن الله تعالى ان شاء الله بربي ان شاء الله. هذه كما قالها لا محاله، والله لا محاله. كاين واحد النقطه كل من جاوبه يقول لك القبائل. احنا الجزائر كاين القبائل، كاين الشاويه، كاين بني مزاب، كاين توارك، كاين عراق بزاف، بصح جزائريين واحد عرق واحد تسمى الدوله تجمعنا هي الجزائر، رايه وحده، رايه الجزائر اللي هي رايه اخضر وابيض ونجمه هلال اللي ضحاو عليها اكثر من 1.5 مليون 54. ما كاينش اللي يجي ويقول كيما كاينين هنايا مجموعه حثلة يقولوا لك جمهوريه القبائل. لا، جمهورية القبائل ما كانتش جمهورية، كانت جزائر وحدة وضحاوا عليها شهداء بزاف من كل أرجاء الجزائر. أما هما جمهورية الريف، جمهورية الريف هما اللي اغتصبوها، استطاعوا عليه اغتصبوها. أقدم جمهورية إسلامية، أقدم جمهورية إسلامية اغتصبوها الملوك الحكماء تاعهم، ودوكا كي نهضروا حنا ونقولوا الصحراء الغربية يقول لك هما جمهورية القبائل. لا، القبائل يضمنوا يتنسبوا للجزائر كي هما كي شاويه. انا ني شاويه، انا ني امازيغيه شاويه ونفتخر اني جزائريه والحمد لله. الحمد لله نقول تحيه الجزائر وتحيه فلسطين وتحيه الصحراء الغربيه. شكرا والله ان شاء الله. ربي يحفظك استاذ، وانت في امان الله. عايشك صح صح. مرحبا وسهلا والله. ان شاء الله ان شاء الله. فقط الجست راه هو شوي فيه. حميده السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا وسهلا. تحيه الصحراء الغربيه. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا احمد. ان شاء الله تدوا الاستقلال الجزائر. ان شاء الله يكون في الاستقلال باذن الله تعالى ان شاء الله، وان شاء الله تصبحوا مستقلين، تصبح جمهوريه صحراويه الديمقراطيه الشعبيه. ان شاء الله. والعياشة خليهم ما تدلش عليهم، ساكنين شعب مهبول شعب طماع، علموهم هكذا تقرغوا هكذا رباوهم هكذا اسمهم عياشة. تحية الصحراء الغربية. تحياتي لك والله. جزاك إلى الممات إن شاء الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. ونهار تدور الاستقلال أول أنا أول إنسان ندي نستثمر في الصحراء الغربية. مرحبا بك وسهلا والله. أول نجي نستثمر في الفلاحة إن شاء الله. والله مرحبا بك وبارك الله فيك. والله يعيشك وتحيا الصحراء الغربية. الله يطولك. مشكور والله. هاي بارك الله فيك عيشك. السلام عليكم. صح. مرحبا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. والله الكلام الطيب دائما سبحان الله عنده واقع. والله الكلام الطيب من النفوس الطيبة. وحيدة تفضل يا أخوي. بارك الله وحيدة باوي. وعليكم السلام.
عليكم السلام. وحيد جزائري وساكن في مدريد. مرحبا استاذ الاخ. الله يبارك فيك خويا. اختي فاتتني والله كنت حنقول لك نفس الهضره. هبلوك يا اخي، انت تفهم منا، انت تفهم والله العظيم. كان حمار الله يعزك ويعز السامعين، وتحط له الافكار تاعك كان الحين ولا حصان، كان تطور شويه. فهمت دايما؟ اقسم بالله العجب بالعجب بالعجب. انا اللي حيران على البك والله العظيم. هو المنطق، المنطق بسيط، هو راه هي العمليه حسابيه. لا واحد سؤال ما يعني منطقي وعادي وبسيط. ومن بعد علاش واحد من المغاربه ما يسال نفسه؟ هذا الارض كانت محتله من طرف الاجانب، وحنا كنا مستقلين وعندنا البرلمان تاعنا والملك تاعنا وعندنا الجيش تاعنا والطيارات، كان عندنا حتى الافكار كات ولا سان كان عندنا طيارات كلش. رصاصة ما طلقوها على اسبانيول يا خوتي، كيف هذا المنطق يقول هكذاك؟ كانوا مشغولين، كانوا مشغولين، فهمت كيف؟ ومن بعد غير سمعوا شمو ريحة المر تاع فرانكو ما نعرف كيف، وزعما داروا هذيك المسيرة اللي خطوها لهم الصهاينة زعما، ومنا وموصين زعما اللي يمشوا في المسيرة ردوا بالك مع اسبانيول، على غير اسبانيول عطيوه. هما الصحراويين لا، الصحراويين احنا جيشنا راه موجود. اي هذاك لازم تحسب على راسه، فهمت كيف؟ هذاك 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 ما يسواش. ما كاش واحد عاقل فيهم ما يفهم، كيما تيندو في 63 في حرب الريم، ما 11 شهر ولا 12 شهر بعد الاستقلال، قال لك هذا مرض عاف وما وعندهم كان شويه خلافات بين المسؤولين، راك تعرف انت الاخرى كذا. طلب هذاك الفرصه قال لك ما عرفوش باللي احنا مشاكلنا خلوها بيناتنا ونتحزموا البراني، ما هذا ما عرفوش بهذوما الفكره هذه، فهمت كيف؟ يعني هنا بينوا للناس، هم يبينوا للعالم باللي هما حقارين، هما يحتقروا يحقروا الضعيف، فهمت كيف؟ نسوا باللي كان في حركه ثوريه اسمها جبهه التحرير تاع البوليزاريو قامت ضد الاستعمار. كيما حي قبلك انت كاستعمار مستحيل، كيما حارب اسبانيا راح يحاربك انتايا، فهمت كيف؟ اسمك محمد ولا عيسى ولا عبد الله، حبيت تتعدى عليه تخلص، فهمت كيف؟ يقول لك حنا الجزائر، حنا الجزائر ديالنا خاوتنا يستنجدوا بينا، ما غاديش نغلقوا عليهم الباب، هذا من الرجوله ومن طبع المسلم والجار، لازم يفهموا هذه الحاجه هما، فهمت كيف؟ والله والله العظيم تقلق يا خويا، فهمت كيف؟ وزيد مشي حنا ندعموا، وحنا مع الصحراء الغربيه الى نقول لك حاجه، انا مبشر العياشه بالصحراء العربيه حره ومستقله وبجمهوريه الريف ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. سلام. مشكور خويا وحيد، الله السلام عليكم. مرحبا بالسلام والله، تحياتي لك والله. سلام. مرحبا بالسلام والله، تحياتي. كريم اكيد اكيد ان شاء الله. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كريم من الجزائر من وهران. مرحبا سالا، عايش بفرنسا. مرحبا سالا خويا كريم، مرحبا. الموضوع مرحبا. الموضوع ما فهمتش السؤال، ما كنتش معاكم من البدايه، هذا وين جيت؟ سؤالنا هو اللي كان اللي يقول عن الصحراء المغربيه قبل 75، يعطينا الحجج والادله. طبعا هذا السؤال موجه للاخوه في المغرب. غادي نعطي له انا بالدليل باللي الصحراء ماشي تاعهم، هذا ما كنت زايد تمك، انا يا زايد في 95 1995 ان شاء الله. لو كان الصحراء كما يقولوا هما الغربيه تاعهم، على بغاو يتقاسموها مع موريتانيا. وقال لك، قالنا واحد قبيل قال عن حسن نكمل لك، مجبور الملك ما كان مجبور ما والو، سي الصحراء تاعهم ما يتقاسموهاش مع موريتانيا. موريتانيا كي فهموا اللعب باللي البوليزاريو ما يروندوش الرول وتحاربوهم وكاع استسلموا وقعوا معاهم اتفاقيات ومستعارفين. الاتحاد الافريقي يستعرف بالجمهوريه الصحراويه العربيه. تمام والله. ومحمد السادس نفسه، محمد السادس نفسه راه يتعامل معاهم نيغوسي. لو كان الصحراء تاعها عليه يمد لهم، على راه يقول باللي نمد لهم الحكم الذاتي للصحراوة ما استقبلوش، لاخاطش الارض تاعهم مسقيه بالدم تاعهم، لاخاطش هما كانوا يحاربوا. تمام والله. هو وهذاك الملك المقبور ان شاء الله ربي ما يسمح لهش حتى اليوم القيامة، كي قال لهم هذيك المسيرة تاع الهم
قال لهم لا تلاقيتو اسبانيولي، اللي كان اسبانيولي يحوي له في امه وفي اخته، قال لهم لا عنقوه. لا 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 اسمح لي اسمح لي لا اسمح لا لي لا اسمح لي لا لا اسمح لي اسمح لي لا ينزلك باسكو، هذا كلام ما اسمح لي نو ساي، ما نعاودش نكفر ما نعاودش نكفر، لا لا كلام ساقط، لا ما نسمح به، ما نعاودش نكفر، اسمح لي تفضل اسمح لي. لا ما في مشكلة والله، شكرا لك خويا كريم، شكرا خويا، شكرا خويا، اسمح لي يا لا ما في مشكلة، كلام ساقط لا ما اسمح به. عبد الرحيم هم نخليه نخليه من اللي نعتو نفعل حق نفعل. عبد الرحيم السلام عليكم. واردين 4000 عبد الرحيم تفضل. هذا واحد عنده محل يمكن يبيع ويشري. الودي فيه نفعل حق نفعل. تحدي تفضل. تحدي السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله، معك أحمد من قليمين. مرحبا تفضل. الجزائر، بنت تقول لك الجزائر كبيرة، الجزائر كبيرة مساحة، أحمد. كبيرة جغرافية. أحمد. نعم نعم. احنا هون ناقشوا موضوع وإلا الصحراء الغربي. وإلا ف لا عونك قلت الله يعون. لا عونك يا ولدي. هاي لا عاد خابطك شي جن اسمه الجزائر. شي عند أصحاب الرقية وعاد لك الرقية بعد على الأقل يغادرك هذاك الجن. حاول سكنة. جاي 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 هاجم طبعا. حكي. سيد محمد مرحبا وسهلا. سيد محمد ما شاء الله بخير. ما شاء الله الحمد لله مرحبا. طريباس ما شاء الله. سيد محمد من موريتانيا مرحبا وسهلا تفضل. مرحبا. أنا نقول العياش المغاربة عن الصحراء بني زاريو، وعندما قال لها صحراء غربية أن الصحراء ملي بني زاريو وبعيد قاع منها تعود مغربية، وعندها رجال قاتلوا على أرضها وحروها من الإسبان، وعندها رجال وعندها شعب يسكنها ما عنده علاقة بالمغرب، ولكن كانت هناك يعني ورقة واحدة يلعب عليها المغاربة وهي خاوة خاوة، وهذه لم تعد موجودة. كانت هناك يعني هم كانوا يعني في المنطقة يقولوا لك الأخوة الموريتانيين والأخوة الصحراويين، نحن وكانوا الموريتانيين معدلين المغاربة أخوة للموريتانيين ومعدلين الصحراويين أخوة للمغاربة، ولكن في الأخير اكتشف الموريتانيين واكتشف الصحراويين أن المغرب يعني تتمنى لهذا البلاد للصحراء ولا للموريتاني خير، لا الشر والله، بل تتمنى لهم الشر وتنهب ثرواتهم وتنهب خيراتهم، ولم تعد هناك يعني أخاوة بين الشعب المغربي والشعب الصحراوي والشعب الموريتاني، ولا حتى الحكومات ما في أي خاوة ولا في أي شيء، ولكن فيه فقط عداوة سرور والله والله وعداوة، هناك عداوة يعني قوية جدا، وهي أن هؤلاء المناطق يعني الصحراء وموريتانيا يريدوا منهم أن يكونوا يعني بلدان تدخلهم المغرب كما تشاء وتخرج منهم كما تشاء، وهذا مرفوض تماما، نرفضه جميعا إن شاء الله، وستتحرر إن شاء الله الصحراء البوليزاريو بإذن الله تعالى إن شاء الله والله. جزاك الله خير. يا مرحبا يا مرحبا بك. مرحبا وسهلا والله، وأني بك والله. مرحبا وسهلا. شكرا صوت الحق، هذا واحد من أصوات الحق. قدور قدور 24 قدور 24 قدور 24 تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كمال من الجزائر، مرحبا من ديار الغربة في فرنسا. مرحبا وسهلا أخوي كمال.
سامحني على التدخل نتاعي، انا نطلب منك استاذ انك تسحب هذا السؤال لانك لن تجد له جواب. لو بقيت 50 سنة تنتظر لن تجد جواب، لان العياشة وصلوا الى درجة من الغباء يعني ما تقدرش تتصورها. يعني ما هي يلقاو الجواب في نظرك ما تعرف؟ لن يلقوا الجواب لو بقيت 50 سنة على التيك توك، وإن شاء الله. بحكم ما بحكم ما أراه وما أسمعه لن تجد جواب. لا يبعثونا مثلا وعاشت الصحراء. منار أه؟ سليمي، ولا يبعثونا الصنيبي، ولا يبعثونا هذوك. والله هذوك هما، هذو قمة الغباء، هذو قمة الغباء، هما اللي وصلوا للعياشة إلى هذا المستوى، لأنهم يتبعون بزاف ويثقوا فيهم. لا أنا لا لا أظن أنهم سيجدون الجواب يوما ما. ده ولهذا مستحيل. باش نقول لك آخر كلمة لي هي: عاشت الصحراء، عاشت الجزائر، وعاشت فلسطين. السلام جزاك الله عليكم خير. ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام. وعليكم السلام، مرحبا أخ جزائري، مرحبا وسهلا. نذكروا العياشة على انه راه الكلام الساقط وذاك السب وكذا، اصحابه اللي يلقاو رزقهم خارج الحساب. قد اعذر من انظر، وإحنا ما نتعدى ولا حد، ولكن اللي يتعدى على راسه. نصرة مرحبا وسهلا والله. الاخ يوسف تفضل. السلام عليكم، أنا اسمي سي يوسف من قنيطرة. مرحبا تفضل. أنا طلعت نقول لكم بالروش ولا عدي ودي في الأرض قناطة، ونت هنا حكم. بنت المجاهدين مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا هنا الجزائر، مرحبا واش وسهلا. راك لاباس حفيد؟ حكيم معك من الجزائر. مرحبا وسهلا حكيم، مرحبا وسهلا، كيف حالك؟ يا راضي الليلي، ما خممتش تدير تدخل الجينيس بهذا السؤال كأطول. ما تعرف والله انا تستاهل. والله ندخلوا دخلوا الجينيس وخلاص، ماكش حد سيب الإجابة. ندخلوه بالصباط. أخويا بارك الله فيك أخي راضي، بارك والله طلعت غير باه نشوف اش مازال هذا السؤال يمشي، مازال يمشي، ما كاش إجابة. بارك الله ايه، فيك، الله يطول عمرك وإذا يسلمك، جزاك وشوية الله خير. ثبات إن شاء الله، وشوية ثبات إن شاء الله، اكيد النصر اكيد قريب، اكيد ان النصر شاء الله، قريب إن شاء الله. اكيد ان شاء الله، الله يطول عمرك ان شاء الله. بشكرك اخ حكيم، والله يا رب. تحياتي لك، والله جزاك الله خير، متبادلة، صح. الله يطولك. مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. هي الجي 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 213، تفضل. باهية كمال إن شاء الله نطلعوك إلى عترس الجيست اللي نطلعوك. معها شوية السلام خويا عليكم. محمد، السلام عليكم. مرحبا بالصلاة. وعليكم السلام، الله مرحبا يبارك بالصلاة. فيك، لاباس بخير بس الحمد لله، ما شاء الله الحمد بخير، لله الحمد يا لله ابو. ما شاء الله، مع محمد السلامة. خويا عندنا سؤال اللي يقدروك، احنا غادي نسألوك، بدل علينا هذا السؤال. لو كان عيشوا 50 عام العياشة تتخذ سلام، يا والله ما تقع حل. قلت لك قول لهم مساحة الصحراء إلا كان هي، راهم يقولوا مغربية، يقول لي اسمي مساحة الصحراء، بالك تلقى جواب. بصح مع هادو مولي لا حياة لمن تنادي. والله يا محمد خويا، والله لا حرنا معاهم وصاي، الحمد لله نافعة، بس ما نطول فيها. معاك، ورانا هنا محمد، الله محمد يطول خويا عمرك، كل يوم معاك، الله يحفظك، ورانا هنا الله يطول عمرك، عارف. ومولي لا لا بس تتخس، والله لا راني غاية، وراني هنا محمد خويا. والجزائريين قد حاير في واحد السؤال، هما يقول لك جزائر جزائر، احنا نبغوا الصحراويين فعلا، خرجتوا عليهم، هذه نقولها لهم، فهمتني خويا محمد؟ والله ونقولها لهم ونعاودها لهم، انتم رجال عليهم. هذا هو السؤال المطروح اللي نعاود نطرحه. محمد خويا الله يحفظك، تحياتي لك ربي والله، الله يخليك، يجازيك الخير، امين ان شاء والله الله. العظيم. والاخوه الصحراويين تتخست ولبنات وكاع، الله يحفظكم وما الله نطولش على خويا. مشكور والله، الله يطول عمرك خويا، الله يحفظك خويا مرحبا محمد. وسهلا. العفو والله، مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا. الاخ الباهية من الجزائر،
سيد أحمد، سيد أحمد نطول الانتظار معنا. سيد أحمد تفضل، سيد أحمد تفضل. اي بس طول. كمال، كمال الصفراوي، أتحداك يا الخائن تقول لي فين زوجتك وولادك الخائن. تحداك زكي زكي. المصيبة هو ما عاد معك عقلك، إذا ما عاد عندك العقل هي كي المشكلة، ما زوجتك ولا ساكن. لا حول ولا قوة. ساكن. تدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك جمال من تلمسان. مرحبا ولا مرحبا سهلا اختم جمال، تفضل خويا راضي. والله نحبوك ونحبوا الشعب الصحراوي، وراك تعرف الاخوه الجزائريين كيطلعوا كيطلعوا يطلعوا يضحكوا ويطلعوا يزهوا معاك وينحيوا لك شويه هاد الغمه هذه اللي يديروها لك العياشه. احنا اللي كلون الحمد لله. كما قالوا لك خوتي الجزائري اللي من قبل بدل السؤال. الا بدلنا السؤال مثلا نضحكوا، خاصه انت مو نضحكوا يا اخي من هون الاستقلال ان شاء الله. نحب نقول لك كلمة مشي لك العياشة. احنا عندنا في الجزائر الإخوة الصحراويين عندهم امتيازات، بالك هم ما يعرفوهمش، عندهم امتيازات. احنا الشعب الجزائري ما عندناش حقوق كما هم عندهم الإخوة الصحراويين. مثلا كي يحب يجيب سيارة من الخارج مهما كانت نوصي نعرف حق غير ما هذاك الشيء، ما نحاول نتكلموا عنه في اللايف حق. جزاك الله خير. نعرف حاول نبقى في موضوع الصحراء الغربية واللي يهم حق. جزاك الله خير. حبيت غير نبين الأخوة العياشة اللي ما يعرفوش هذا الحاجة. احنا أخوتنا الصحراويين كيجوا عايشين معانا وعايشين معاهم، وإحنا الشعب الجزائري كامل رئيس بون ولا اي واحد كل الشعب من السلطات. جزاك الله خير والله، جزاك الله خير. هذاك مفهوم غير نفهمه. والله هذا الكلام اسمح لي فادي ما هوش موجه لك، موجه للعياشة. احنا مع الصحراء، ولو كان يقبل ولا يرضى كما احنا نقول الحكومة تاع الجزائر، احنا مع اخوتنا ومستعدين باش نخلصوا الغالي والنافيس. والصحراء غربية بإذن الله تعالى، والتاريخ باين. وأخي محمد خطرات خطرات والله اسمح لي في هذه، والله غير تشفني خطش نحسن لك عونك. يا أخي يا أخي راك ما الناس مشت الناس قاع اللي قابض المسدسات واسمه في الحرب في الحرب في السلاح في التراب وفي الصحاري وفي الحرارة وفي ذاك كامل من الظروف. هذا شيء عادي جدا، يعني مناقشة العياش شيء طبيعي جدا. نشكرك الأخ جمال والله على مداخلتك، ربي يحفظك والديك يا والله ينصركم، الله ينصركم على هذا الشعب وعلى هذا أي صحة. بارك الله فيك. صحة بارك الله فيك، تحياتي لك. صح. شكرا كريم شاوي، مرحبا وسهلا والله كريم. سوفيا أو عبد الله، عبد الله أبو سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وتكي دايرة نباز. وتكي دير. أبا تكي دير ولا ما تكي دير؟ السلام عليكم. سلام وتفضل. السلام عليكم، كيف الحال يا نباز؟ عليكم السلام. ما شاء الله نسمعك ضعيف شوية. سامعني؟ ذرك سامعينك شوية، غير مازال ضعيف شوية، غير ما فهم مشكل. لا عرفنا بنفسك بفضلك. معك سلام من الصحراء الغربية. مرحبا وسهلا والله. الله يصبرك وليد عمي، الله يعتناك عليهم. الصحراء ما قطعت مغربية، ساب 75 ولا عاقبها. فهمت يا أخي؟
محمد وهذا الويل لا بدل عن الموضوع كي قالوا له شو لهم شيء يضحك شوف يا هو كل واحد فهمت كل حر فهمت في في في, في رايه في يا غير احنا زين عندنا ظهروا للعالم على انه ما عندهم حجه على هذا الموضوع هذا هو اللي لا هرب لا بياتهم حق بعد او اسمح لنا الله جزاك الله خير مرحبا وسهلا والله يوني بيك مرحبا وسهلا والله يوني بيك مرحبا وسهلا عمار سليم داز تحية مرحبا وسهلا والله عمار مرحبا وسهلا عمار تفضل عمار من سامعينك كان عندك مشكلة في الصوت هلالي شكرا سليم هلالي تفضل هلالي تفضل هلالي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيفك داير الأخ محمد الحمد لله بخير معك هلالي من الجزائر مرحبا وسهلا أخي هلالي مرحبا وسهلا نوصل غير تحية للإخواني الصحراوي اللي درسوا معايا هنا في الجزائر إن شاء الله يكونوا بخير وبألف صحة وحاجة ثانية سؤالك سي محمد فكرني في يوم من الأيام في الجامعة في الجزائر جانا واحد الأستاذ أعطانا سؤال في كتبه في الصبورة وقلنا كل شيء مسموح قلنا تنقل تجبد التليفون كتاب تقدر تعيط صديق وجاوبوا على السؤال الغريب في الامر انه ولا واحد جاوب ولا واحد هذه الفكره كيما سي محمد ربي يحفظك ان شاء الله امين ان شاء الله مشكور وربي الله. ربي يعينك عليهم ان شاء الله يا رب امين ان شاء الله امين جزاك الله شكرا سي محمد شكرا الله فيك مرحبا وسهلا والله تحياتي لك والله تحياتي لك والله موحى قدير انا بغيت الله تجاوب لي فين هي مرتك واولادك الا كنت راجل جاوب ولا مطلق ياك هو جاوب الا كنت راجل جاوب هذا راه ولا ذاك راه ولا ذاك العياشي اللي من الصبح هو يأسس في الكوطات هذا يمكن عندي عنه باغي يعطيني اختي والله شي الى عاد عندك اختك والله شي قولها انا تصدع راسك انت تفتح الكونتات من هون لا هو نفس الشخص نفس الشخص راه له 3 شهور ولا 4 هو يأسس في الحسابات عند اختو بايرة ولا شي مرحبا وسهلا ذهبي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وعليكم السلام حالك يا محمد بخير الحمد لله ما طريب بس الحمد لله بخير الحمد لله ما شاء الله مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا ذهبي حق ثانيا نقول على انه سامعني ايه سامعك والله تفضل قلت لك تفضل بغيت نسلم عليك ثانيا يعني التحركات اللي شفنا امس هي تظهرن حقيقة الوضع اللي متأزم داخل القربية الجزء المحتل وهو قريب سيكون هناك انفجار ثوري يعني ضد هذا القمع وضد هذا يعني تهميش العبث بثرواتهم والعبث بممتلكاتهم وانه سيكون يعني هناك انزلاق يفرض على الصحراويين يالتهم يكونوا وحده وحده يعني يظاهروا ضد هذه العينه من التهميش والمطالبه باستقلالهم ورحيل هذا النظام الظالم لذا نرجو من الدول السوريه
ونرجو من جميع شعوب المعمر سواء دول مجاورة أو غير مجاورة أو شعوب، هو تحمل أعباء ما يعني على أعباء اللي الظلم وشبروا حق بعض، لأنه يكون على صواب وبعلن ذا أمر وشيك لا عن هذا النظام سينهار إذا كانوا مقابل ويبجلونه، فعليهم نصيحته والأعمال الشنيعة وجعل المساواة بين الشعوب بينما كان. وندعي مجلس الأمن لأنه يأخذ يعني بشدية الموضوع، عاد يظهر أن عن قريب عن هناك بوادر سيكون انفجار وشيك، لأن الصحراويين نصهم يلي للأسف في السجوش، والجزء الآخر الباقي يريدون له عن أما يمضي في أعماق البحار وإما مفهوم والله مفهوم يحقق على الجميع، والنهاية هو الحل بعيدا عنه من واد نون إلى القويرة، هذا عليهم كامل. يقول لك عن الموت واجب يا قائد العارمة هو بعد. ونشكرك والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والله، جزاك الله خير. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا ولا مرحبا وسهلا الأخ ذهبي من مخيمات الأعزاء والكرامة طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أستاذ محمد وكل أهلنا الصحراويين. ما عنديش فكرة عن الموضوع، أنا هذا وين دخل. طارق من الجزائر. أهلين بك. أنا لو تكرمت يعني عندي سؤال فقط عن الموقف الأخير، تصريح لدولة أستراليا، يا ريت لو كان تعطينا قراءتك في التصريح هذا وهذا اللي عندي. والله احنا هون نفتحوا باب الأجوبة على الأسئلة. طرحين سؤال، هو الصحراء بماذا مغربية قبل 75، على العياشة وعلى الناس اللي كانوا يدافعوا عن أطروحات مغربية الصحراء. أوكي أعتذر. ما فهم لا 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 ما نخلي المجال للناس اللي انت راح تستضيفهم. على كل حال شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك. العفو والله. مرحبا وسهلا والله. شكرا وبيك. مرحبا وسهلا. أخ كريم، السلام عليكم. كريم، وعليكم السلام يا كريم. كريم من الجزائر، من بسكرة بالجزائر. تحياتي أستاذ محمد الرضي. أولا طلعت نسلم عليك. ثانيا من أمس الصباح ما سمعتش المستجدات تاع المجموعة الصحراوية اللي كانت في معبر القرقالات. تبعتك له البارح في الليل حتى الصبح، بصح لي من امس في منتصف النهار ما عنديش معلومات جديده. تم تهديدهم يوم امس باستعمال الدرون واستعمال الاسلحه، وقال لهم اذا بتوا في ثغره القرقرات سيتم التدخل عليكم بعنف، وستتم محاكمتكم بتهم ثقيله، تهم الاخلال بالنظام العام وكذا. فقرر الشباب العوده الى الداخل المحتل البارح، وصلوا الى الداخل المحتل في حدود تقريبا منتصف الثانيه صباحا، ووعدوهم بالبحث عن حل لمشكلتهم في غضون حوالي 10 أيام تقريبا، مع بداية شهر 9. إذن هذا الشيء اللي وقع البارح، ولكن تم تهديدهم بالواضح بالمباشر. أكيد أكيد أكيد. كنت متوقع أن يكون تهديد، وكنت متوقع يكون يعني وضع بعض منهم في السجن بعد. يعني أنا كنت متوقع كي الحمد لله كما لحد الآن رأي الحمد لله. المستجدات كما تعرف اليوم
هبط خبر باللي المغرب لم يقدم طلب اي طلب انخراط البريكس. في بريكس، رغم انه الصنايبي والدكتور تاعهم هذاك الدكاتره المعروفين الثلاث الكرتون الكرتون كانوا يهللون ويقولون ان المغرب سوف ياخذ المكان في البريكس وهو اول من سيدخل. اليوم مصدر دبلوماسي لم يصح عن هويته يقول بان المغرب لم تقدم، سقطت الدبلوماسيه الوحده تلو الاخرى. يقولوا باللي هناك استثمارات صينيه في مدينه العيون ب 20 مليار دولار بعد عودة الرئيس تبون من واستقطاب 36 مليار دولار استثمارات في الجزائر. يقولون بأن الصين سوف تستثمر 26 مليار دولار لمشروع صناعة البطاريات للليثيوم في مدينة العيون، في مدينة العيون ثانية. بعد 24 ساعة المركز الوطني للاستثمار يسحب الإعلان، وذلك بعد ردة فعل سفير الصين بالرباط. يعني اللي يحط رجله في المغرب يحط رجله، يقولوا هذا مغربي. آخر ما قرأت أنه يقولون بأن المغاربة حاربوا الفيكينغ. هذه آخر فيديو شفته. عرفنا يعني كلامهم حد ما يتبعوا، لا باش نبقاو في موضوع الصحراء الغربية الأخ كريم والله. يعني الاستثمارات تاع 20 مليار دولار راهي في العيون، يعني 20 مليار دولار راهي تبدل العيون، تبدل لها الوجهه تاعها خلاص، ويعني في 24 ساعه عاودوا نحاوها. كل شيء حبيب كذبي قصير والله. تحياتي استاذ رادي ودمت في رعايه الله. شكرا للمتابعه نتاعك. شكرا الله يبارك. مرحبا وسهلا والله. مرحبا عمار أخ عمار، تفضل عمار. عمار كجزائري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام أستاذ عزيز من الجزائر مقيم بفرنسا. مرحبا بسلام عزيز. مرحبا بسلام. شكرا. يعني العياشة هذو يعني صبحوا في واحد الوضعية أنهم مثل الحيوان حشك. يعني لازم تروضوا، لازم السؤال 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 غير النهار اللي تروض. هذه واحدة. وإذا كان حبوا البيعة يقول لي كم من دولة تحت التاج إنجلترا، كم 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 دولة تبايع إنجلترا؟ هاي أكثر من 15 دولة يعني تبايع إنجلترا. يعني هذا يثبت أنها إنجليزية بريطانيا. يا خلاص بيع قامين خالق أصلاً. حتى اليوم في المغرب في 2023 لا توجد البيعة. هذا كان قالوا حفل البلاء، يجوا يركعوهم قدام محمد السادس وردهم له بأماكن. الله يقويك ربي. هذه إن شاء الله والله يعطيك كما يقول لك واسع، يعني بس تتحمل هذا الناس. والصحراء الغربية تبغوا ولا تكرهوا، تبغي ولا تكره، سوف يأتي اليوم الاستقلال. سوف يأتي كما قال الشاعر: كان وهما وكان حلما بعيدا أن نناجيك يا نوفمبر عيدا. والحمد لله والأيام بيناتنا وإن شاء الله. بارك الله فيك الأستاذ عزيز. الله يوفقك. السلام. عليكم السلام والله. تحياتي لك والله. الذهبي الذهبي تفضل. الذهبي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة عليكم. الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ كل شيء بخير الحمد لله. لا بأس الحمد لله ما شاء الله. عندي واحد السؤال تقدر تجاوبني عليه. ما عرفنا براسك جواز السؤال احنا ما عندنا. الذهبي شوف اسمع الذهبي اخويا الذهبي من المغرب. احنا هون عندنا سؤال، احنا اللي عندنا السؤال، اللي عاد عندك له جواب تفضل. ذهبي من منين؟ من المغرب. من المغرب. من منين في المغرب؟ من الداخل. تفضل. سؤالنا هو اللي يقول الصحراء مغربية قبل 75 يعطينا باش.
وانا عندي لك واحد السؤال الا تقدر تجاوبني عليه ونجاوبك انا على السؤال ديالك. تعال غدا ان شاء الله، مع غدا ان شاء الله بنفس التوقيت تعال، ما تتعطل، ما تجي لا قبل التوقيت ولا بعد التوقيت، ومرحبا بك وسهلا صحابي ان شاء الله، ونجاوبك على اسئلتك كامله ان شاء الله. ايوا مشي تلعب، لا تتاخر، ها لا تتاخر، دنيا مرحبا وسهلا. انا غنعاود عليك نفس السؤال، واش مزوج ولا مطلق يا الخائن؟ يا الخائن. لا لا، واش عندك اختك؟ واش عندك اختك؟ واش عندك اختك؟ ولا كنتي راجل؟ واش عندك اختك؟ واش عندك اختك؟ قولها لنا، قولها لنا بلا ما تصدع راسك انت بتفتح الكونطات. الا عاد عندك اختك والله شي باغي اسمه هو نهنوك منها، قولها لنا على الاقل، مالك مصدع راسك فاتح 20,000 كونت؟ قولنا راني عندي اختي بايرة هون، تعالوا ادوها على الاقل، نقول لك الجواب. ما خلى كونت ما فتحوا باسمه، حتى قال لك ثوري ثوري، هي حق لهم وما كل شيء لهم. والله حاجة الى اسمه ولا باغي حد عياشية، هي لا تعود عياشية، كيف هو هو عياشو، هي عياشي. خدو مرحبا وسهلا، خدو ياك ما غلطي في اسمه، تعودي غلطي في، يا ليت تعود عياشية، اللي باغي عياشية والله شي يقولها لنا على الأقل نعاونوه. تفضل الأخ، تفضل. ابن الجزائر مرحبا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي الأخ محمد. مرحبا. الله يعرفنا بنفسك من فضلك. معك جهاد من الجزائر. مرحبا وسهلا أخ جهاد، تفضل أخوي. الله يزيد فضلك. مرحبا وسهلا. يا أخي ما الموضوع تاع الحلقة وش هو؟ موضوعه هو سؤالنا الموجه للمغاربة، هو اللي يقول عنه الصحراء مغربية قبل 75، يعطينا الحجج والوثائق والأدلة على ذلك. على كل حال الموضوع هذا معروف بصح بانت اللي عندكم عام وانتم تستناو في الإجابة ما كانش. لا 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 لا، مازالوا ما لقاو لكش الإجابة؟ مازال مازال مازال، أنا احنا ثاني رانا نستناو. ايوا صحيح، وان شاء الله ما تعرف ما تعرف يلقاو الجواب ونتهناو منها والله يفات. ان شاء الله بصح ما شفتيش. هما كلش تاعهم، مام السنغال تاعهم، موريتانيا تاعهم، كلشي هما كلشي، الجزائر تاعهم، محمد الخامس قاعد يرسلوه ديك الساعه القمر باش يقبض. شافوه في القمر؟ لا غير ساكن، كان ساكن في القمر هو. صار كان ساكن تما، كان ساكن في القمر باش تعود عنده الملكية، باش تعود عنده ملكية القمر. هو يقول لك الجزائر هاي تاعي، الصحراء الشرقية، تندوف بالشعر، أي شيء قاعد يخطر على بالك أنت. احنا واش نقولوا لهم؟ نقولوا لهم أرواح الديوة تاعكم ياك، أرواح الديوة، معليش ما حاربتوش عليها من قبل، أرواح الديوة. أنت يقول لك يقول لك بالك الاجيال القادمه، ايه واش من اجيال قادمه؟ ارواح ديوها انتم ارواح ديوها، عكس كاين اجيال قادمه، حنا راح نموتوا، ارواح ديوها. والله هو جزاك الله خير اخي جهاد على مداخلتك. والله يا اخي والله بارك الله، بارك الله فيك، انا ديما راني نتبعك وانت انسان شريف. جزاك الله خير، بارك الله فيك، يعطيك الصحه. شكرا والله، الله يطرك، مرحبا بالسلام اخويا، شكرا شكرا والله. أحمد مكون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. والأخ الرادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ومكون من إيطاليا. مكون أحمد من إيطاليا. مرحبا وسهلا، تفضل. وأخو الرادي الله يجازيك بخير، واش ما عندك شي عمل من غير هذا العمل؟ ما عندي من عمل، هذا هو عملي. وهذا هو عملي. عملي هو الصحافة اللي مارسها 23 عام.
هذا هو عملي. وشف شو عندي شي عمل ثاني؟ لا هذا هو عملي، من عارف ديته في 1999 راني فيه. ها وش المشكله؟ ضيق عليك والله شيء. وش نعدل لكم؟ لا اله الا الله. الى عاد عندكم الجواب اعطونا الجواب، خلونا نمشي الموضوع ثاني، ناقشوا مثلا، نقولوا ما نعرف، شوفوا شوفوا علاقه محمد السادس بزعيطر مثلا، بدلوا الموضوع على الاقل. لما راهو الموضوع راهو واضح، الموضوع هو بماذا هي الصحراء المغربيه انتم حاصلين فيه 48 عام. وشفت واسمه ارجع 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 للزريبه، خير فيك ترجع للزريبه. ايطاليا راه ما تصلح لك، ايطاليا راه محال. ما امسك راه طلب مالي، يطلب القسط صحراوي. مرحبا وسهلا. مرحبا بيك وسهلا بيك. وهلا والله، مرحبا وسهلا. كيف الخير؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. ما شاء الله، شحالك انت؟ مرحبا بيك كل غاب. بيك وهلا، بيك وهلا والله. ابدا شنو؟ انت معانا من منين فضلك؟ لا من هون ولا من المخيمة؟ ايوه مرحبا وسهلا والله. اولا احنا طارحين سؤال على هؤلاء العياشة حق ايه، قال ما عندهم جواب. ما يعرفون. ايوه الله ربي يهديهم وتوف. والله تفضلي. قلت لك الله ربي يهديهم ان شاء الله. ولا قدوا يجاوبوك للي عادلوا كم، ما قدوا يعرفوا كان الصحراء صحة مغربية ولا الصحراء الغربية. لا يراجعوا، لا يراجعوا، مازال يراجعوا الارشيف. هذا طوال عليهم والله. والله صرتك طوال عليهم، هذا الارشيف طوال عليهم قطعا. ولا ولا يعرفوه سيفهم، ما بلا يعرفوا الجواب، ولا يتم ولا يدخلوا يمرق ولا يقدروا يجاوبوا ولا يعرفوا الجواب. هم من نفسهم راهم ما عارفين كاع. انت لا داعي ايش انت تسولهم، هم راهم ما عارفينه والله. الظاهروا عن ما عندهم جواب. اللي هم حابين العطارة بزو كنيتو. والله ما عندهم جواب الصي، وين ولا تلومهم اصلا؟ ذي الثقافه ما عندهم ولا قراوها ولا هي عندهم قاع، ما هي خالقه ولا درست لهم، لانها ما هي ما جبروا لها حل تو، ولا جبروا لهم موليه إيه، ولا جبروا لها شيء. الصحراء الغربيه ذيك هي واضحه، ما عندها، ما هي مغربيه ولا قطعات مغربيه إيه، وما لا تسول وتدخل وترجع، شي جاي من ايطاليا شي جاي من فرنسا شي ما عرفنا اي جاي، ما وقع فاهمين. وذا تسولهم عنه راهم ما فاهمينه والو. الله يساكين، الله يساكين، جاهلين جاهلين، خبر الله جاهل والله، ما هم فاهمينه. ما هم عارفين كان صحراء مغربيه ولا موريتانيه ولا جزائر، ما هم قاع عارفين شنو. مد جهاله وتوفي العدد العياش العينك عليه والله. لا لا يوجعوك راسه. زين زين مشكوره حتى والله، يورني بيك والله. مرحبا محمد. يا محمد مرحبا. هذا راه لكم، هذا راه لكم تراج لا الوالد باغي يتكلم. ذكر الناس اللي يجيك السلام عليكم، اهلا اهلا، السلام سلام، ذيك خطونا منها الشباب. والله وخيرت والله، الله يحفظها ان شاء الله، طول عمرها ان شاء الله. والنبي بيك نرحب بالسهلة والله، والنبي بيك. كمال. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معك كمال من الجزائر. مرحبا وسهلا كمال، مرحبا وسهلا، تفضل. تحياتنا لكل أهلنا في الصحراء الغربية. تحياتي لك والله. طبعا ما تديروش على العياش برك، لأنه فقدوا البوصلة تماما. على كل حال ما عندهم جواب للصحراء، وما عندهم جواب لدولة المرابطين، يعني هم خلاص فقدوا البوصلة تماما. الله تماما. حتى اقتصاديا يعني أصبحوا مثل البهلوانيين، هذاك البهلواني تاع منار سليمي تاعهم. انا والله في بعض الاحيان احتار، يعني اذا كان واحد بشهاده الدكتوره مثل منار سليمي بهذا المستوى، يعني انا احتار من مستوى شهاده الدكتوره في هذا الزريبه. على كل حال والله احتار.
يعني هل واحد بشهادة دكتوراه كما يدعي وخبير وكذا يتكلم، يعني ليس تحليل وإنما كذب وافتراء، وكل أسبوع كلام مناقض تماما، يعني ألا يستحي؟ يعني يفقد كل المصداقية لشهادة دكتوراه ولشهادة ولله كشخص، يعني كإنسان. دكتوراه في السريبة راهي لا دكتوراه على قد الحال. الله يعافينا منهم يا رب. امين ان شاء الله. امين امين. المهم تحيه لك اخي محمد، ونحن من متابعيك على كل حال والله العظيم. جزاك الله خيرا والله متابعتك. سلمنا على كل اهل الصحراء الغربيه ان شاء الله. يبلغ ان شاء الله، يبلغ ان شاء الله اخ كمال. شكرا جزيلا. صحيح تحياتي. بارك الله فيك محمد. صحيح تبارك الله فيك. مرحبا وسهلا. صحيح تحياتي. صحيح. اذا مره اخرى لايف كامل مع جبرنا الايجاب. تابعين هون مع مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين. قاعد انت قاعد سكنت. تعال هون. فوتنا ساعة واربعين دقيقة ولا اكثر، ولا خمسة ساعة وخمسة واربعين دقيقة واحنا مع مدرسة المشاغبين. لا احد عنده الجواب. المرة الجاية ايوه العياشة راجعوا شوي، راجعوا عدلوا، اسهروا شوي، اسهروا مع هذاك التاريخ وقراوا، ومشوا عند راس الحسن الثاني في القبر، سولوه لربما يعطيكم جواب تجونا به على الاقل هم تقنعونا. والحمد لله كانت هناك عروض كثيره للزواج هاي الليله ما شاء الله. انا واحد عياشي هون عنده اخته عندي عنها بايره، جانا من ثلث حسابات التيك توك يمسكي يعرضها. المهم اللي يبغى عياشيه راهي موجود. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في لايف آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.